داخلي بتروما التركيه الهيموريج، يا اما داخلي بالانفكشن من انجايتس انكفلايتس، يا اما دي مايلينيتك ديس اوردر. ماشي، هشوف احنا الثلاثه دول مهمين جدا جدا عشان نقول ايه دي. خلاص دي القراءات القديمه معانا في النيونات، هي هي خلاص، والام ار اي برضو والتايبس بتاعتها هتقروها. تمام خلاص، ده الجزء الناس ده اول حاجه هتقابلنا عيان حاسس. واحنا عندنا في مستشفى الشرعيه عاملين غرفه اسمها غرفه في العظام الموتوسيكلات. اه والله، يعني يمسك الموتوسيكل وماشي رفعه وماشي على العجله الورانيه، العربيه كانته من وراه. تمام، وفراكشر فيمر وفراكشر بيدفيس و و عندنا اوديت دي، واخد بالك هي ده. تمام، وزي ده هتتعدي اهو تركت والله غرفه موتوسيكلات نازل حلو يا عم. ايه؟ عمو نزل عمو نزل على السقف السقف اللي فوق. برضو عشان نبتدي الهيد سيتي القراءات بتاعتنا قال لك ايه؟ هاو تو ريد سيتي؟ قال لك بلاد كان بي فيري باد، وكل واحده بلاد والسي يعني ايه؟ والبي والفي والبي. تعالوا نمسك واحده واحده كده، البلاد بعدين السي سيستم، البي هنتكلم على البرين، بعدين الفي البنكتين، بعدين البون. ماشي، نخش على السيستم، فاكرينهم الكوادريجيمال سيستم. ماشي، البرين ده عباره عن الفانكشن دي هايبر دينس ولا هايبر دينس؟ هايبر دينس. ايه؟ هايبر هايبر عشان بلاك هايبر دينس تبقى وايت. طيب معلش بعدين الفيتكل الفي بعد كده البو. خلاص، دي مثلا لارج اريا اوف لود ريست ان ذا رايت سيريبرال هيمسفير ريبريزنت الرايت ميدل سيريبرال ارتري تو ريت فانكشن. اهو هنشوف اهي قلبك. تمام، طيب الفيتكل دايليتد فيتكل عشان اشخص هيدروكيفلس والتايبس بتاعته بوستراكتيف ولا كوميونيكيتنج. بعد ايه البون ديسكريبشن ده هيدروكيفلس اللي هو ايه كل الفيتكل دايليتد يبقى كوميونيكيتنج خلاص، وده هيدروكيفلس برضه كوميونيكيتنج. احنا عندنا البون لو في بون فراكشر او بون ديسكريبشن. ماشي، برضه هنبقى دولك عشان نخش ناخد بلاد. لما نلاقي بلاد في الاكت بلاد از برايت وايت اون سيتي سكان. ماشي، ده المرحله الاولانيه. بعد اسبوع بلاد بيكام از دينس ات ابروكسيميت 1 ويك. بعد كده بلاد بيكام هايبو دينس ات ابروكسيميت 2 ويك. يبقى بقى ايه؟ اسمه هايبو دينس. هايبر دينس ابيض في الاول خلاص، بعد كده يبقى ايزو دينس، بعدين يبقى هايبو دينس. طيب خلاص، هي دي هي دي والكلام اللي قلناه. طيب ده سيريبرال كونديشن تمام او كونتيوجن ان بوست فرانتال لوب اللي هي الاسهم ديت مش مهمه برضه بالنسبه لنا دولت. احنا عايزين نشوف الهيموريش. الهيموريش بتاعنا اما ابيديورال اما سب ديورال اما سب اركنويد لا اما انتر فيتريكال. ناخد الابيديورال بيبان شكله ايه؟ كريسنتيك. ايه؟ كريسنتيك. كريسنت ده سب ديورا لنتيكلر لنتيكلر شيب. احنا بنقول اللي زي العدس تمام، بنقول الليمونه والبنانا. الليمونه مين؟ الابيديورا. والبنانا السب ديورا. خلاص عشان تفرقي ما بين الاثنين. يبقى ده عباره عن لنتيكلر شيب، يبقى يكون فيكس لنتيكلر ابيديورا هيماتوما تمام دي تو ذا فرايتال سكال فراكشر اللي موجود عليها السهل. دي سهل بقى تشخيص اهو سي دي سكان اوف اكيوت سب ديورا هيماتوما. ليه قلت اكيوت؟ هايبر دينس.
هايبر دينس. يعني ايه هايبر دينس؟ يعني واخد الدينس بتاع البوم. ماشي الدينس بتاع البوم. برافو عليك. تمام تيست خلاص. وده برضو لينت فور بشيب ده هاي دينستي طبعا. ايه تبقى الكونتوشن مش مهم. السب ديورال تبقى ايه؟ سيكل شيب. ايه؟ كريسانت. سيكل شيب. تمام؟ اهي. تمام؟ شايفينها؟ تمام؟ ايه في الفاليكس او سيكل شيب ده؟ كوروسس السوشيال بس داز نوت كوروس الميد لاين. طبعا خلي بالكم من اكل سب ديورال هيموريش از ماركر فور سيفير هيت ايجن. والمورتاليتي بتوصل لمين؟ لتقريبا 80%. كورونيك سب ديورال هيموريش يوجوالي بيبقى سلو فينس بليدنج اند ويل توليريتد. ممكن العيان يجي لنا بعد كده بيتك لما نعمل ايه راديولوجيكال فايندنج نلاقيها اللي هي اهي شايفينها دي السكر. ده اكوت سب ديورال هيماتوما. اكوت ليه؟ برضه زي ما قلنا يبقى ايه؟ تبقى باد بيت خلاص. ودي نفس الكلام بس ذا هايبر دينس ريجن السهمه الليشد اللي هو الليشد اللي فوق ده ذا هاي دينس هيماتوما. تمام اللي هو السهم الصغير ده مين انديكيت اكتف بليدنج جواها. يعني هي فيها سب ديورال هيماتوما وذ اكتف بليدنج. وده برضه ماسف اكيوت سب ديورال هيماتوما. يبقى ازاي نفرق بين الابيديورال والسب ديورال؟ هنيجي نقول طب تقول سب اكيوت ليه؟ عد عليها اسبوع. ليه؟ لان ايزودينس. ماشي خلاص ايزودينس ابيرنس السب ديورال. الكرونيك بقى بيبقى ايه؟ هايبودينس. تبقى ايه؟ بلاك. تمام بس طبعا سكند شيب خلاص. هما نفرق ما بين الاثنين بقى فضيا اهي. يبقى الايبيديورا او الاكسا ديورا هي مين؟ الليمونه البنانه اللي هي السب ديورا. السب اركنويد هتبان البريدنج فين؟ في البلاد سيستم. بس ايه؟ اهم حاجه نبه ما اعملش انهانسد سي تي او انهانسد ام ار اي. بس الهيموريش طبعا بنحب نعمله بايه؟ السي تي. اهي شايفين بجيب لكم الفرق بين الاثنين النورمال سي تي والسب اركنويد هيموريش اللي هي البرايت اريا اريا سي تي سكان اوف ذا برين. واضحه؟ بس دي لازم نقول ايه؟ دي نون انهانسد سي تي. لان لو انهانسد سي تي طب كنت تكون نورمال. اهو سب اركنويد هيموريش النورمال والاب نورمال. تمام؟ طب الفاكهه ده اسمه ايه؟ طب الفاكهه ده سيستم كوادرجين سيستم. مش مشكله. اه العدد السهم. تمام؟ اللي هي انترا سيربرال هيموريش. وفي حديث الولاده انترا فنتريكولار هيموريش. والانترا سيربرال هيموريش غالبا معاه انترا فنتريكولار هيموريش. هنشوف الكلام ده. ده ايه؟ انترا سيربرال هيموريش خلاص ومعاه ايه؟ انترا فنتريكولار. اه فين؟ في البوستيريور هول. ايوه خلينا في البوستيريور هول لان الناحيه الثانيه البيضه دي ديكورويد. ديكورويد. ده بقى خلاص. يعني ده راجل عندي ساعتين تمام في سيريبرال هيمش بعد ست ساعات ونص بقى سيريبرال انكريزنج ويك باي لاترال ايه انترا فنتريكولار هيمش خلاص. وده انترا فنتريكولار هيمش اللي احنا شايفين عليه السهم الاحمر ده مع السهم اركنويد هيمش السهم الصغيره. ده هيمش في التربه سكالوزا وده في الريل اللي عليها السهم خلاص. قلنا ان ار اي و و تمام ودي مش هتهمنا. الفلير بقى مهم. الفلير هيبان زي مين؟ زي السي تي. التي 1 خلاص زي التي 1. السي 0 يبقى فيه ايه؟ بلاك. لان التي 2 بيبقى سي 0 ايه؟ وايت. الفلير مهم جدا عشان يبين لنا سب كروز. لا احنا بنعمله عشان الديمايلينيتنج بليتس.
ودي مايلينيتك بليكس دي كانت موجوده في امراض كتيره في الاطفال اللي انا عايز اركز عليها عشان الوقت بتاعنا نقول مهم جدا. طب برين إديما، كم نوع من برين إديما؟ في ثلاث انواع. فازوجينيك. ايوه. السيتوتوكسيك والفازوجينيك والانترستيشيال. ايه الانترستيشيال ده عشان هنعديه بقى ونخلصه؟ ده عباره عن ايه؟ انا عنده هيدروكيفلس الكريس السيست فيبريشر فبيحصل برميشن للسيست اف حوالين الفنتريك. بيرش. خلاص؟ بيرش. تمام؟ زي ما تقول. لكن ايه الفرق بين السيتوتوكسيك والفازوجينيك؟ تعال في السيتوتوكسيك بيبقى انترا سيلولار اديما بيبقى فيها صوديوم مكتسب بامب فيلير وخصوصا في الانفاركشن اللوكيشن في الجري اند وايد ماتر. يبقى ايه العلامه الراديولوجيكال فايندينج؟ لوس اوف ديفرنشيشن بتوين الجري اند وايد ماتر. خلاص دي نقطه مهمه. لوس اوف كورتيكو مضلل ديفرنشيشن. العيان الفازوجينيك بيبقى ديستربت بلاد برين بارير الانفاركشن والتيومر والانفكشن والبلاد بريشر بيبقى في الوايت ماتر تبان ايه؟ فينجر لايك. ماشي؟ كنا اول مره اقول الكلام دوت كان مثلا قول ايه في 2012 وكان في مؤتمر في دمياط الدكاتره كلها يا دكتور احمد احنا عارفين البرين إديما لوس اوف ديفرنشيشن بتوين وايت and gray matter بس. بس كان بيجي لنا حته الفينجر لايك دي اللي هقولها لكم دلوقتي والدكاتره الاشعه يقولوا لنا دي برين إديما نقول لك بتوع الاشعه ما بتعرفوش حاجه. قلت لهم انتوا اللي ما بتعرفوش حاجه. تمام؟ لان الفينجر لايك دي بتبقى الفازوجينيك لانها بتبقى فين؟ بتبقى في الوايت ماتر فتبان بروز اكتر زي ما هتشوف دلوقتي. تمام؟ ادي الإديما مش مشكله برضو النظري اهو. شايفين في السيتوتوكسيك loss of differentiation between the white and the gray matter كلكم عارفين الحكايه دي صح؟ لكن مش عارفين ان الفازوجينيك شايفين الناحيه الثانيه. خلاص يبقى ايه في الوايت ماتر باين ايه ان فينجر لايك. خلاص مهم دي مع البرين إديما. تمام اد السيتوتوكسيك واد الفازوجينيك اللي خلاص هي دي فازوجينيك ده كنا نيجي نقول لهم يقول لنا فازوجينيك ايه؟ إديما. واحنا مش عارفين. خلاص؟ ادي الفرق بين الاثنين. واحده لوس اوف اللي هنا على اليمين توكسيك إديما، اللوس اوف وايت جرين ماتر ديفرنشيشن، اما الفازوجينيك إديما. تمام؟ على الكلمات وايت ديفرنشيشن. دي نقطة مهمة. تمام؟ وده الفرق بين إديما وستروك مش عارفين، لكن هذه برضه دي عبارة عن ايه؟ سايتوتوكسيك. ده برضو. انا عايز بس الحته اللي هي ان انا عايز اركز عليها دي في دي مانيش. طيب نخش بس على الانفكشن سهله برضو بسرعه نجريها علشان انتوا عارفين الكلام ده تشخيصها. المينيجر ريتيشن المينينجايتس خلاص وكلمه بروتوزيس بروتوزيس مش مهم. بيبقى السيريبلايتس وديفلوبمنت اوف سيريبلا. شفت الحاجات ولا لا؟ خلاص شفت الحاجات دي؟ برين ابسس. تمام؟ وده بيجي منين البرين ابسس؟ المصدر بتاعه اوتوجينيك. خلي بالك اوتوجينيك هنا يعمل لي سيريبرال ابسس يعني مش شرط مننجايتس بس ده اكيوت سيريبرال مننجايتس هيبقى فيها ايه؟ اكيوت بكتيريا مننجايتس فيها ايه؟ برين إديما. تمام؟ فقط لا غير. برين إديما يعني ايه؟ يعني نو ديفرنشيشن بتوين او بول ديفرنشيشن بتوين الجري والوايت مان. خلاص؟ يعني لو عملت ابسس يبقى ده ايه؟ بتستكمل الامور دي برضه بكتيريا مننجايتس فروم ايه؟ ماسوسايتس. يبقى تملي الانفكشن في الاطفال انتوا عارفين الموست كومن اورجانيزم مين؟ ستريبتونومي الموفرس انفلونزا الموفرس انفلونزا قبل الستريبتونومي والثالثه مننجوكوكال مننجايتس من سنتين فما فوق. لكن احنا مش قضيتنا هو الكلام ده. تمام؟ ده برضه أكزر بكتيريا مننجايتس وسيربرايتس ديفلوبمنت اوف سيربرا ابسس مش قضيتنا برضه وده برضه ابسس ان بيشنت ويز مننجايتس. تمام؟ انا عايز بس اخش عشان الوقت بتاعنا التي بي. التي بي مننجايتس كمان بتبقى بيسموها بيزل مننجايتس. خلاص؟ بيزل مننجايتس.
شفنا الحالات دي وساعات بيبقى فيها تبركلوما او مفيش تبركلوما. يعني ده كونتراست انهانس سي تي سكان للشايلد ويز ذا التي بي مننجايتس الاكيوت هيدروكيفلس ومنيجر انهانسمنت. وقلنا التي بي مننجايتس بتعمل لي هيدروكيفلس عن طريق كورويد بلكسس استيميليشن فتعمل لي سي اس اف اوفر برودكشن. ممكن تعمل لي اكوداكتال جلايوزيس اللي هو بيسموه فيبروسيس بره لان مفيش فايبرس في البرين بيسموه جلايوزيس, او ممكن تعمل لي اوبستراكشن للسي اس اف دامج. في حالات الاكيوت تي بي منجايتس بتبقى بيز منجايتس وتعمل لي هيدروكيفلس. خلاص ادي اهو سيريك كونتراست انهانسد اون ذا بيز اوف ذا برين تبركلس منجايتس. خلاص ممكن تكون معانا تبركلوما او ممكن ما تكونش معانا تبركلوما. ماشي نفس الكلام برضه نفس الكلام كريبتو كوكا دي فانجر برضه هنعديها مش مهمه. انا بس عشان الحته الديمايليتيك ديزيز اهو النيورو. شفتوا حالات الادم ولا شفتوش حالات الادم؟ كتير اكيد ديسميت. هتشخصها ازاي؟ يلا قول لي بقى كده تملي العيان النشر هيستوري بيكتشر اوف سينس انفيكشن مينجو انكيفالايتس صح كده رابيد ديتيريوريشن للكونتراست وتروح الحميات صح اللي بينزل تطلع ويسحبوا لها سي سيف ويطلع دول ماشي ولا ما فيش منجايتس وتروح وتيجي بعد كده بلايندنس او فوق النيروشكا سايت وتيجي الميجنيشن. تمام العيان قلنا بي الراديولوجيكا فايند ويتش از ام ار اي واي ديفيوزون بليكس بتحصل في اليوم الكام؟ في اليوم الكام؟ عشان هو هيجي له بيكشر اوف مننجايتس هيروح الحمايه طول اليوم تاني يوم هيدمتت هيعمل له ايه؟ نيورو ميجيك سي تي او ام ار اي نورم وسي سيف نورم يبقى مفيش مننجايتس مش خايف سي سيف هو عمل النيورو ميجيك نورمال خلاص هروح لا لازم تحطه في دماغك ان الام ار اي فايندنج ما بتظهرش الا في اليوم الرابع للخامس الوايت بليس. طيب احنا بقى في المستشفى حطينا بروتوكول والبروتوكول ده بتاع ماليزيا مش مألفينه احنا. قال لك كل حالات بتوع المينينجو انكيفالايتس لما يجي لك سنتين ثلاثه اربعه خمسه تمام بتعمل ايه؟ بتدي انتي بيوتيك دبل هل منجيتك دوز. طيب في الهيموفلس انفلونزا كنا بندخل علاج ايه؟ انا هي دي اللي يهمني بقى في موضوع المنجيت ده تمام؟ كنت بتدخله ايه؟ الاسترويد اللي هو مين؟ الديكساميثازون على 6 من 10 من جرام بالكي جي بالدين الفورد بادي دوز يعني 15% من جرام بالكي جي كل 6 ساعات لمده 2 دايز صح كده؟ ليه؟ عشان السيكول بتاعها والانفلاميشن يعني عشان البرين ديما اللي هي سببها ايه في المينينجايتس؟ ايه؟ سيتوكسيك ازاي؟ ايه سبب البرين ديما؟ في انفلاميشن وانت اللوكال وان اكزيس ده بيعمل برين ديما. في حاجه ثانيه بتعمل برين ديما يا سبب ايه برين ديما الثاني؟ ايه؟ طيب انت لما تكون في برين اديما بتدي حاجه تقلل برين اديما اللي هو مين؟ المانيتور او لازكس صح كده؟ وهتدي مين الاول؟ ده السؤال الثاني. يبقى سبب برين اديما ايه؟ في فلويدز. سبب الفلويد ايه؟ بيبقى معاهم حاجه اسمها سيابه. سكريشن ان ابروبريت انتيبيوتيك هرمون. انا عايز الحته دي مهمه لان هتجي لكم حالات لينجن كفرايتس وتطلع ادم في الاخر وبيتعالجوهاش مظبوط ولو ما خدش علاج في اول 3 5 ايام العين بتتوريت والله. طيب احنا بنقول البروتوكول الجديد ايه؟ بندخل انتيبيوتيك على المنجيتك دوز وبنحط مسايل بريدنيزولون ماشي على 30 ملي جرام بير كي جي ماكسيموم 1 جرام انترافينوس انفيوجن خلال ساعه ساعه ونص. بلس وانا هتم العيان بلس سيرم. في اليوم الرابع اعمل ايه؟ ام ار اي. لقيت وايت بليكس هكمل الخمس ايام بلس وبعدين اكمل ايه؟ بريدنيزولون العادي. ما لقيتش ايه؟ ما لقيتش هوقف. خسرت حاجه؟ ما خسرتش. في بعض الاراء بتقول ان ممكن تتاخر عن كده. ايه دي؟ الوايت بليكس؟ لا في اليوم الرابع للخامس بتظهر.
مش بعض اراه كلام ناس وكله كله وده اللي بتقول شغالين بيه. واكتشفنا ان 30% من الميلينجيو كيفايتس. انا كنت بقول الكلام ده وفي احد الاساتذه في جامعه المنصوره ما شاء الله والله كان قدم حالات قال احنا الشهر اللي فات شفنا 60 حاله ادم 60 حاله في مستشفى المنصور جامعة المنصور تمام وهم عندهم مستشفى اطفال كبير. قلت له احنا شفنا حوالي خمس احنا مستشفى يعني صغيره مستشفى شهريه شفنا خمس حالات ادم. قلت له البروتوكول كذا قال لي احنا شغالين بيه تمام فور اللي دايجنوزيس اوف ادم تمام لان عادة ممكن هيحتاج كمان ايه انترافينس من البلوبين خلاص. يبقى سيادتك مش هتخسري حاجه لما تدي ثلاث ايام مسار بالنزرون ويطلع العيال مش قادر ولا ما قدام كنت بدي تكسب الزازون صح كده. يبقى نستبدل تكسب الزازون بمسار بالنزرون ثلاث ايام واليوم الرابع نعمل ام ار اي لقينا الوايت بريكس زي ما قلنا لكم خلاص ما لقيناش نوقف هذا الكورتيزون ويبقى خلاص نعالج العيال من المسلسل. شايفين الوايت بريكس بتبان في التي 2 تمام او الفريير خلاص ماشي اللي هو باتبول هايبر انتنسيف سايت انفولف ذا وايت ماتر والديب جراي ماتر. ام ار اي ام ار اي مش سيتي سكان مش هتبان في سيتي سكان تمام. ام ار اي فايندينج اوف اكلود ديسيميتد ان كيفر ومايرويدز ادي ماشي. يعني عايزين تبقى الاطفال اللي عندهم ادم يتعالجوا ويرجعوا اصحاء زي كده. مش احنا كان بيجي لنا حالات بعد 20 يوم ونكتشف انها ادم. بس ايه بقى؟ عنده ليفت هيمبليجيا واللي عنده بلايندنس واللي ما بيسمعش تمام؟ ليه؟ خلاص مش هينفع بقى العلاج بعد 20 يوم. فعشان كده اشتغلنا بالبروتوكول بتاع العيان ده. لكن لما يجي لي السوبر حوالي من الفيسكل تمام دولت يبقى ده مع مين؟ المالتيبل سكليروسس ده الديفرنشال دايجنوز بس مع الحوار تمام. التيومر بقى مش مهمه عشان وقتكم عايزك بس حاجه نفرفشه بس خمس دقايق ممكن خمس دقايق بس. بس حته انا بحب اعملها كويس انيمال اون برين. ايه انيمال اون برين؟ قلنا انيمال اون برين راديولوجيكال فايندينج اوف انيمال في البرين هم حوالي من 40 مرض. واحد ولا اثنين انا جاوبت الدكتوره هدى في مؤتمر السنه اللي فاتت وكان الناس مستنيين يعني ايه انيمالز اون برين. رحت انا مقتطف في خمس بس دايجنوستيك ايه ام ار اي فاندنج لا الثانيه صغنونه صغيره هاي اثنين اثنين هي صغيره كوزات ايوه ارفع كده بس ارفع بسرعه عشان مش لحالي يا احمد يلا يلا تكبرين هلو. دي بقى عليها جوائز دكتور عمر هيقدمها جايزه للي هيحل الحاجه. هما خمسه بس هيلعبوا خمس دقايق بالظبط كويس. الحاله الاولانيه ام ار اي فايندينج ام ار اي فايندينج شكل انيمال الاردو ايه الاردو يلا ما تزعلوا قلتها في المؤتمر بتاعي 24 ل 26 كان 6 والله يرجعوا له لا مش انا مش عارف اشبه مع ارجع على شركتي الكبيره دي خفاش برافو عليك معلومه خاطئه فين الخفاش ده القرد ده ولا ايه لا ده قرد يا باشا ولا لا زي الجبل قرد ولا ايه؟ النحلة دي ولا ايه؟ ايه ده؟ مش شكل الباندا ده؟ الباندا صح ايه؟ مش الباندا اهو صح ولا ايه؟ اهو اهو والله ايوه ايوه بتخمه كده يا جماعه لا بتخمه كده ده مع مين؟ نيلس ايه؟ نيلس باندا
هو كاتب كده ام ار اي فايندينج اللي تاخد البيزال جانجليا باند لايك بيكش which is Wilson disease بيس او باند. بقول لك في حوالي من 40 مرض انيمال اون برين مش هتخلص. الحمد لله حضرتك جايز يا دكتور عمر. الحمد لله وتسحب منهم كمان. خلاص احنا سحبنا الجوائز كلها. الحمد لله. دي ودي هتشوفوا كتير. فين الحيوان؟ هتشوفها كتير. انا قلت هفرفشكم في الاخر عشان انتوا طيبين. فلازم يبقى ايه؟ طب اهي الفيس اوف اوي اللي هو مين ده؟ ده بوما. لا انت بتخم يا جماعه. الصوره مش واضحه. الصوره مش واضحه. بعيد مش واضحه. طب قريبه اهي. لا بتخم ولا طوبه بين قوسين. لما يجي لك عيان هايبر ناتريميا بتصلحيه ازاي؟ هايبر ناتريميا الصوديوم بتاعه 178 تعمل ايه؟ 3 ايام ده بتقلله بحيث الصوديوم نص ملي كويفلنت بير كي جي بير اور ماكسيمم 10 ل 12 ملي كويفلنت. لكن الرابد ديكلاين بيعمل ايه ده؟ مايلينولايسز بونتاين واكسترا بونتاين مايلينوزيس اول شيب ده او اول فيس ابييرنس. He was out and the monkey, the manifestations of bones, the central bontine, myelinosis, or extra bontine myelinosis. Hey, Sahara, the butterfly, the flash, flash. Yeah, this is flash. شمال دي أو تمشي فراشة. تمشي. ايه تمشي تمشي لا باتر فلاي ابير يبقى ايه يتسحب منهم جوائز دول. ايه ده سيريبرال استرو سايتوما. سيريبرال استرو سايتوما دي كده اهي خلاص بطل فلاي جريوما اللي هي اسوسايكوما. هاي ده الاناتوميكال سايت بتاعها في السريبرا فوق مش كومن يعني بتيجي فوق كده كوم ده الهي ده مكان والله ده مكان معلش بقى في التاني بتاع التيومر بس عشان الوقت بتاعكم خلاص اهي بتخم كده ثلاثه محلوهاش رابعه الحمد لله هي دي ايه حدة الحصان صح مش بلاك تروح حدة الحصان صح ها حدة الحصان برافو عليك معلومة خاطئة ايه يلا ايه منى لسه مذاكرين لسه دي ليش مهمة ايه لا 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 اللي هي زي حضوة الحصان اهي صح تومفكتف دي مليتك فيشن ويز اوفن ريم انهانسمنت الهورس شو لاين اربعه ما عرفت وحش. طب يا رب الخمسه يا رب الخمسه دي اسئله تسقيط يا رب دي اسئله عشان تسقط المهم سهله قوي سهله جدا سهله قوي كل الحيوانات بقى لا دي كلكم هتعرفوها البات وينج ابيرنس بتاعت الحفاش اللي هو ديب وايت سيلفيان فيشر والطفل يجيلك اول سنه ان اكزيبلنت لارج هيد
في السنة التانية يجي لي بأورجانيك أسيديميا مع انتر كارنت إيلز. دكتور مصطفى خلاص جاب ايه؟ جلوتاريك أسيدوريا. برافو عليك تسلمي. يبقى أنت ليكي جايزة إن شاء الله تاخديها السنة الجاية. الحمد لله. يبقى ده الباتوين جابيلس ووايت سيت فامبيشن سيفا. تمام باتوين بسيم فامبيشن. والله مكتوبة كده في ناشي من مصر. باتوين جابيلس سيم فامبيشن. خلاص أهو. وشكرا. شكرا.